بزاف لانه غادي نكون في خشبه مسرح مهرجان انفا الربيعي، حاجه كبيره بالنسبه ليا، اضافه بالنسبه ليا، وكذلك غادي نتلاقى مع الجمهور الكازاوي وجمهور العنق اللي اول مره غادي نكون معاهم، وفرحانه بزاف انني غادي نشوفهم، فان شاء الله نفرحهم وننشطهم ويكونوا فرحانين كيما انا فرحانه بهم. مصعب العنزي معروف من المنتجين الاكثر من رائعين، انسان خلوق طيب، سفير الاغنيه المغربيه بجداره. مؤخرا انتج اغنيه اللي كانت من غناء اللي هي بشاره خير اللي كانت هداء لصاحب الجلاله، احتفالا وفرحا بالعوده ديالو لارض الوطن، ونالت استحسان الجمهور الحمد لله، وكانت في الوقت المناسب، وكنشكروا على هذه الالتفاته والاهتمام ديالو بالمغرب.